مشاهدينا الكرام حياكم الله واهلا وسهلا فيكم في برنامج في ضيافتهم على تلفزيون الوطن. ارحب فيكم دائما، تعودتوا في هذا البرنامج دائما يروح لخصوصيه جميله من خلال الضيوف اللي نستضيفهم او هم يستضيفونا في برنامج في ضيافتهم. هذا البرنامج راح للعديد من الشخصيات، راح للشخصيه الرياضيه، راح للشخصيه الفنيه، راح للشخصيه السياسيه، راح للشخصيه الشعريه، نقدر نقول العديد من الشخصيات تناولناها من خلال لا شك طفت قدام الكاميرا عادي تناولناها من خلال هذا البرنامج. مقدمتي طال عمرك، لكن عمركم ما شفتوا يمكن حتى الشخصيات الدينية تطرقنا لها من خلال، ولكن كل شخصية تحمل خصوصيتها معها. أما أن احنا نبدأ من المطبخ هذا شيء ثاني، هذا أجمل ما في هذا البرنامج، أن ضيوفنا دائما يستقبلوننا بصدر رحب، نجيهم نبي نصور نلقاهم بكل صدر رحب، يقولون البيت بيتكم، أنتم أهل الدار وإحنا عندكم ضيوف كما قيل لنا سابقا وما زال يقال لنا. فإحنا اليوم رح ننطلق من المطبخ، طبعا إحنا رح نكون لا شك في ضيافة الشيخ نبيل العوضي، هذه الشخصية الجميلة والرائعة. مساء الخير شيخ، حياكم الله. طبعا تقدمي عشان الغالي يضرب ترى، بس شكلك وقح فيه مية مية. أوكي أقطع. برافو عليك. لا. شكلي أنا اللي بقط وياك. ها. يلا بسم الله. يلا بسم الله. طبعًا هو قال يا بركات ترى غدا على على قد على قولة القائل حق شخصين أنا وياك تستاهل، وحضر أسئلة وايد بسألها له من خلال الدراسة ومن خلال تواجدك أكيد في بيتك مع عيالك ومن خلال تحضيرك الجميل. تعادت أن تحضر بهالطريقة؟ والله يعني عشان الكاميرا بعد لازم شوية أطلع قدام الكاميرا. يلا حياك. أنا شكلي بخوم فيكم وأنا قاطع قطرتي. لا الله لا القطرة، لا ما القطرة. يلا حياك. لا بقطع قطرتي، هذا أنا قطعت القطرة. تفضلوا يا شباب نقط القحافي. وين تقعد؟ نقط القحافي. كيفك؟ أنا ما قط. ليش؟ كيفك؟ ماني مطلع شيء. حياك. ما يبي قط القحفية. أبو علي أنا سعيد جدا إني أكون معك في البيت الأمانة. الله يسلمك. طبعا بيت بيتك. ما أبي أنا أقول لك تفضل. تدري إن أول مرة أبدأ مع المشاهدين من المطبخ. عتصل قاعد تصور ولا؟ إيه والله قاعد نصور. بلشنا حلقة. بلشنا. يلا بسم الله. بلشنا أول مرة. عدها الله أقول الأكل لذيذ ها. أقول الأكل لذيذ. قبل ما تأكل أوصيك ها. أنت اللي طابخة؟ والله تبي صراحة هالمرة بس ترى أطبخ أنا. يا ايه فعليك عفي عليك. انا لسه الربع في لندن، لما نروح لندن دراسة ايه من يسمع كورونا غيري؟ لا اسهل شيء مع كورونا. على طاري الدراسة أيه. انت خريج رياضيات، في مفارقة كبيرة في المشوار صايرة. انت درست الرياضيات في كلية التربية وبعد ذلك ذهبت الى لندن ايضا لدراسة الماجستير، وايضا درست علوم الشريعة. وين درست الشريعة والأصول وهذا يعني من خلال تحضير؟ فتحت أنت بصراحة جرح. أنا كنت طالب في كلية الطب. طب؟ ثلاث سنوات في كلية الطب. ما شاء الله. ليه عندي هيكل عظمي مال كلية الطب؟ والله؟ ما شاء الله. هيكل طبيعي، الحين ما يعطون طبيعي ترى. هلا ها؟ كانوا يعطوننا أيامها هيكل إنسان آدمي، آدمي صحيح. في أي سنة هذه كانت؟ دشيت الطب سنة 87. 87 ما شاء الله. تبي تحسب عمري ها؟ لا مبين الشيبات اللي. لا ما في شيبات. هذا اللواء كذي ترى ما عليكم. انزين انا شحط لك اول. خليك براحتك، خذ راحتك. انا وياك، انا خلنا ناخذ سلطه اول شيء. عيل السلطه. خلنا اعيش حياتي. البيت مو بيتي. بس خلاص. كمل لي درست الطب وبعدين ليش طلعك من الطب؟ اول شيء درست انا المقررات في قسم الرياضيات، لاني انا حلمي بالرياضيات وانا صغير. حلو. انا موت على شيء اسمه رياضيات. ما شاء الله. تخصصت في ايامها كانت المقررات في تخصصات دقيقه، يعني الرياضيات كانت تخصص بروحها. خلصت الحمد لله تفضل الله ثلاث سنوات بمعدل 4 نقاط. حلو. مو نص الحين ترى، كل خلصوا نص. انا خلصت الحمد لله 3 سنوات. ما شاء الله. كانوا يتحدوني من اول سنه، يتحدوني للاداره ما يصير 3 سنوات ما تصير بالكويت. ما حد خلص 3 سنوات. 4 نقاط الحمد لله، فضل الله علي. طبعا فضل الله، من فضل الله. اللهم ما كان لي اي دور يعني، كله فضل الله علينا. اكيد. دشيت الطب بعدها سنه 87. بس اقولها الحين يعني بمراره، ما كانت رغبتي الاولى الطب. دشيت تدري الظروف الاجتماعيه، دش طب وطب والناس كلها دش طب وتصير طبيب. دشيت اول سنه تحملت مع انه ما كانت رغبتي يعني. ثاني سنه مع ان احنا الطب اول سنه ونص الناس تطلع بس التصفيه. نعم. انا الحمد لله دشيت كملت السنه الثانيه وكملت السنه الثالثه. يا الغزو قررت بعد الغزو، تدري الناس بعد الغزو افكار وايد تغيرت، الناس بالفعل حط له اهداف ثانيه، جدد حياته، الناس عادوا دراسه بعض. انا قررت ما اكمل. فعلا ما كملت، خلصت انا التربيه بعدين برغبتك. برغبتي خلصت تربيه قسم رياضيات. نعم.
ورحت ماجستير الحمد لله ايضا في طرق تدريس الرياضيات لندن. ما شاء الله. والان ادرس دكتوراه ايضا في لندن. ما شاء الله. طرق تدريس الرياضيات. ما شاء الله. طيب وين درست علوم الدين والشريعه والفقه؟ طبعا انا من صغري الحمد لله من عمري 14 سنه اقرا كتب الدينيه. قبل 14 سنه بس 14 سنه بديت جديا. ما شاء الله. حضور دروس العلم والدورات الشرعيه كنا نروح حق السعوديه نجلس بالصيف عند المشايخ والشيخ بن عثيمين الله يرحمه. رحمه الله عليه. ما خليت له قبل ما في كتب نفس الحين قبل كل اشرطه كاسيت. كل اشرطه شروحها في العقيده كلها الحمد لله ما خليت له شرح في العقيده ولا شرح بالفقه. على زاد المستقنع على بلوغ المرام على كلها الحمد لله. ممكن شو اسوي؟ كنت اجيب الشريط والكتاب عندي. كنا الشيخ جاهز قدامي. اسمع الشريط واعلق. واذا ما لحقت اعيد مره ثانيه. ما شاء الله. في اليوم 4-5 اشرطه الخص. كنت اقعد يمكن في اليوم 10 ساعات اقل شيء. اسمع الاشرطه والخص واقرا واكتب. هذا 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 يعني دروسي. كنت في الكويت احضر كل دروس المشايخ العلميه الدورات. نعم. منهم الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق وغيره من المشايخ. كنت في دراستي في التربيه وكنت في العلوم قبل حتى ايام الطب كنت اخذ مواد المسانده كلها بالشريعه. استغل فرصه المواد المسانده. حلو. ادرسها بالشريعه. الأوقاف وفرت لنا دروس في الدورات في الأصول الفقه دورات في الفقه دورات حضرتها واستفدت منها. ما شاء الله. فكان اجتهاد شخصي يعني ما هو جامعة ولا هو كلية ولا. يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الفتش أكل. إيه أكل 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 أنا اللي بسولف عنه الحين. كنا مو لا تخاف بتأكل وما شاء الله البيت بيتك وحياك الله. أنت أسأل سؤال متى بديت بالإعلام ما شاء الله عليك؟ صارت في ضيافتي أنا الحين مو ضيافتك. صراحة. انت متى بديت في الاعلام؟ زين انا بطول بسؤالي ايش رايك على انت تاكل لقمتين وبعدين تجاوب وبعدين اكل انا وتاكل انت ايش رايك؟ نفس هذا اللي بياكل قال شيخ قص لنا قصه يوسف عليه السلام. عليه السلام. عشان ياكل وياخذ راحته وهذا يقول القصه. لا ودي اسالك عاده يعني الغالبيه الناس يعتقدون بان الامام او الخطيب او شيخ الدين دائما يكون محصور نشاطه ما بين المسجد ما بين المحاضرات الدينيه ما بين البيت ما بين شغله أو دوامه الأساسي إذا كان سواء كان في وزارة الأوقاف أو كان يعني في أحد جمعيات البر وغيره يعني اللي هو دوامه اليومي اللي هو كسب رزقه وعيشه لكن ما يدرون أن لا شيخ الدين قد يكون له أسلوب مختلف في حياته صج عليه واجبات وفي حقوق له وأيضا أولاده وبيته وأسرته فأنت شلون علاقتك في أولادك ما شاء الله أنت عندك علي وعندك يوسف وعمر وساره وحسين اخر واحد ما شاء الله خمسه اولاد عندك خمسه يعني. تبارك الرحمن حسين الاخير لازم اوريكم اياه لازم تشوف ابو علي حسين ابو علي ما اخذ اللقب مالي هذا طيب قطع قلبي الحين تدري اصغر واحد ما شاء الله كم عمره؟ سنه ونص تقريبا ما شاء الله تبارك الرحمن يعني ما اطلع من البيت الا اشتهي ارجع له كل عيالي يحبهم الحمد لله بس هذا تدري اصغر واحد وذابحني وعنده يعني اسلوب التبوس كل ما يقعد فيني يتبوس فيني ما شاء الله فهذا ذابحني صراحة أنا الحين مشكلتي في السفر كل ما أسافر قبل أتحمل الحين ما قمت أتحمل يمكن كبرنا ها لا بالعكس لا توك شباب صدق أنا توقعت يعني ما شاء الله مواليدك قلت يعني مواليدك 68 69 69 يعني قريب من 70 ما توقعت مواليدك أكبر من كذي لا صدق والله صدق أنا ترى هذا مواليدي أي سنة أنت إيش رأيك السلطة حلوة لأن تدري ليش المشكلة العمر نخلي عند بعض الناس يعني اما تكون انت في بالهم اكبر من كذي فتنزل بعينهم ليش يخافون من العمر؟ انت لما تكون صغير ودك تكبر لكن لما تبدا تكبر ودك العداد يوقف في اشياء تبي تسويها تبي تخلصها يعني امور الاخره امور الدنيا اكيد على طاري ان الشيخ الدين بس بالمسجد هذا طبعا انا ما ايده ولا اقتنع فيه ابدا نعم الشيخ ينبغي يكون انسان عادي اصلا كلمه شيخ ما احبها شيخ يعني كني شايب انا يبقى لو تقول لي ابو علي وايد احلى عندي انا اقرب لو كان باسمي عادي اقرب لك يعني وايد اقرب لي احب لي لما تقول لي شيخ كني انا يعني في 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 طبقه غير طبقه الناس انا كنت البس مشت على فكره كنت في خطبه الجمعه البس مشت نعم بعد فتره قطعت المشت قالوا ليش قلت حسيت ان المشت يحط حاجز بيني وبين الناس الله قاعد يحسسني اني انا اكبر من الناس وانا اعلى منزله منهم انا حالي حال الناس يعني كل الايات في القران انما انا بشر مثلكم حتى في بعض الايات ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق رسول يتمشى في السوق انا لما اروح السوق ترى الناس تطالبني تخزني ليش يا جماعه انا ماخذ عيالي ويهال ورايحين طفل ما ابي اسمي بعض الشركات الخاصه اماكن ملاهي اليهال اماكن مخصصه لهم ترى ما خليت مكان اللي رحت له ما في